بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا أهم حاجة اللي غادي نديرها يعني كل ما نجاوب يعني ونشكر المتدخلين كبنين. يعني جميع المداخلات جات يعني كتعبر على واحد الفكرة باقي واحد الغيرة على هذا الوطن صراحة، يعني واحد الغيرة واحد النفسية واحد الحرقة يعني اتجاه هذا الوطن، يعني كاع اللي رحنا هنا على في إنجاح هذا المسار الوطني إن شاء الله. وأهم ما يجمعنا هنا ماشي إيديولوجيات مختلفة ولا يعني أهم ما يميز يعني إحنا المعتقدين هو السن، هو التقارب في السن، يعني أننا كاملين في سن الشباب وكاملين يعني عندنا يعني مسؤولية وحدة، كاملين على عاتقنا واحد المسؤولية اللي جسيمة إن شاء الله كامل. باختلاف التوجهات الحزبية ولا باختلاف الأطياف ولا باختلاف الكفاءات ولا كلشي، لأن سن الشباب يعني دابا ما احنا في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا ولكن إذا كنت في حزب غدالي يمكن لك تكون في حزب آخر، ولكن في السن إلى حد يعني ما كترجعش بك الأخر. بالنسبة لواحد السؤال يعني بالنسبة للأسئلة بالنسبة ما جاء في الدستور يعني ورقة يلوح فيها النظام يعني في إطار الشباب، يعني الدستور حتى على الباب يعني لك سميتو وحط يعني الدستور كان عفو بأنه واحد الورقة إطار عام يعني مؤطر وليس كقانون تنظيم المفسر، يعني في العملية القانونية يعني الدستور كيجي كيأطر لك الأنظمة يعني كيعطيك واحد الخريطة ديال الطريق مثلا في إطار مجلس الشباب في إطار الهيئة التنظيمية، يعني هذه كيحددوها قوانين تنظيمية أخرى. يعني بالنسبة للدستور الاتجاه يعني احنا كنعتبروه دستور حداتي ديمقراطي ممتاز رغم اننا كان فيه شي شواهد، لان هذه ورقة ومنصوص على الانسان ما يمكنش تكون فيها التكامل ولا يمكنش يكون فيها الكمال، لان الكمال صفة خص بها الله سبحانه وتعالى. يعني وهذه ما دام انها تكون مؤسسة وكان التصويت ديالها عند الدستور يعني الشعب يعني صافي يعني نقبلوها بجميع ما جاء. بالنسبة للقيمة السياسية يعني انا كنقول في نظري المتواضع ان القيادات والخطاب اللي كتمارسو هاد القيادات يعني الحزبيه يعني منذ ديالها يعني وجهان لعملة الفساد الانتخابي. يعني القيادات والخطاب حنا هنا ما جيناش نستيركو واحد الخطاب انا يعمر ولي راسي نجي نقول الحزب اللي صلح التنميه هو الوعد وهو اللي كان وهو اللي دار، احنا كنكذبوا احنا كان ما خصناش، احنا خصنا نخرجوا من هذيك نتجردوا من هذيك النزعه الحزبيه، خصنا نكونوا صراحه مع انفسنا. الا كنت انا اليوم كورقه مستهلكه وانا في البدايه ديال الكلمه ديالي قلتها ما خصناش نكونوا نسخ متكرره رقيقه وبالتالي يعني غادي تمشي المال ديالك بالنسبه للتاريخ، يعني خصك تكون انت كتحارب واحد الوضع، يعني الوضع متردد فعلا، الوضع متردد ومتأزم سياسيا وحزبيا، ولكن المآل ديالنا حنا غادي يقول لك واحد وانتم اللي هذا المتردد ومتأزم والو، علاش راكم في داخل الاحزاب وضد والو؟ باش نغيروا، حنا ماشي ننظروا، حنا نجاهدوا داخل الاحزاب ديالنا باش نغيروا، باش هذاك اللي مكتف الكرسي واحد 80 عام نقلبوه، ولكن بعدي يعني انا في حزب وانت في حزب وانت في حزب يعني ان شاء الله يعني غادي نكونوا في المستقبل، يعني كما قلنا يعني الاطارات يعني تكون يعني رؤى يعني افكار راقيه، يعني ما بغيناش نبقاو ندخلوا بمكينه ولا شخصيه ولا هذا، رغم ان اي شخص لا يرقى الى الكمال، يعني كل واحد عنده مجهودات راقيه وعنده سلبيات، راه واخا تجيب ما نعرف واش، يعني ان الصفه ديال الكمال راني قلت لكم خص فيها الله سبحانه وتعالى. شكرا، هذه النقطة. بالنسبة للنقطة يعني لواحد المرجعية الحزبية في الحكومة، يعني شكون اللي أدى هذه المرجعية يعني المتداخلة؟ هو كما قال الأخ الكريم هو النمط، يعني النمط الاقتراع، يعني النمط الاقتراع حنا كنا طالبنا أثناء سميتو التعديل الأخير يعني بعد سميتو مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أن يكون سميتو طريق التصويت بطريقة التصويت يعني عن طريق سميتو العمل المباشر في دورتين، يعني الدورة الأولى انتهى والدورة الثانية يعني أن اللي ما طلعش يعني في الأحزاب اللي ما طلعش ضروري غادي تكتف على الأحزاب الأخرى اللي غادي تطلع، يعني ماشي أنها تكون في دورة واحدة ثم ناهيك عن التخطيط الانتخابي، يعني كاين شي مسائل حتى الأحزاب لا حول لها ولا قوة فيها، مثلا يعني خاصنا عطيك واحد يعني كما يقولوا سميتو تستحضرنا هنا واحد الآية القرآنية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني حتى الأحزاب ما خصناش نحملوها فوق الطاقة ديالها، واش الأحزاب كتدخل في التخطيط الانتخابي هالدائرة فيها
فيها مثلا سميتو القعود فيها الجبال فيها ثلاثه ديال المقاعد وهاد الدائره فيها كثافه سكانيه عند جوز 1000 نسمه نديروا لها جوج مقاعد ونديروا لها تما واحد العيد نغنيو لها واحد من تما يمشي يعني صافي يعني كاين شي مسائل ما كتدخلش فيها الحساب يعني مثلا تقطع الانتخابي يتبنى على مرسوم وليس على سميتو عن طريق مرسوم تما يعني ثم تبقى لك هذه التصويت يعني قلت يعني انها لا تكون يعني حكومه متجانسه وحكومه مرحله لهذا يعني احنا دعينا يعني انها تكون تصويت عن طريق من خلال دوراتين كاين واحد سميتو هذه الشبيبات الحزبيه اللي عقدوا في البرلمان يعني بالنسبه لنا يعني الان يعني كاين شبيبات يعني كاين اللي تخلوا عن البرلمان في البرلمان عن طريق اللائحه وهذه اللائحه يعني انا كان عندي موقف منها سلبي صراحه لانها مثلها غير سياسي امتياز يعني انها يعني الطريقه الديمقراطيه هي صديقه الاقتراع يهود للرب ويجي ماشي يجي من فوق ولا تكون لا هذا ممثل ومشهور خاصني نديرو باش لا هذا لا يعني هذه ماشي ديمقراطيه هذه غير يعني غادي نزيدوا على الضيق ديال النساء لان خفقت الاحزاب يعني في التلف يعني بالنسبه عرض اللائحه يعني كان واحد السؤال كان ذكر واحد الاخ هو تشخيص يعني اننا احنا نشخصوا كل الم وهذه سير نشخص واش جيت انا هنا نقول لك العالم زين انا جيت هنا باش نشخص وباش نعطيك العالم او باش نكون صادق معك يعني وزاد حتى مع نفسي ومرتاح على الحزبيه لا والو كان ما كنتش انا في الحزبيه وما كانش عندي شخصيه نمشي للنبي وإلا ما بقاش بدا يصرفوا لها لان انا منتخب يعني ملي تكون منتخب معطل حتى في الاقتراع حتى تهضر اللي بغيت انا ملي يكون ميدانين كيبقاو يديوك تيليكوم حنا ما بغيناش اللي يدي لا عمر الله ولا غادي يدي لنا شي واحد بالنسبه لواحد السؤال عن تطرح واحد الاخ التحديات التي تواجه اليه التنفيذ بالنسبه يعني سميتو دور الشباب المجدي بالنسبه لدور الشباب المجدي انا كنت ممثلين اللي دابا يعني في اطار اللائحه كانوا جوج ديال على راس اللائحه السيد محمد كان على راس لائحه حزب النهضه والطالبه وعبد الله كان على راس لائحه حزب الاسلام جوج شباب من وجده على راس دي ثلاثة ديال الاحزاب كاين واحد الحزب ما عرف فيه ما فيهش حتى 30 ولد ودار واحد مرات اللي ودالو دار تما يعني هذا يعني باش مشى السي محمد ما كان مال قدامنا يعني باش مشى على راس اللائحه ديال حزب النهضه والطالبه يعني ما مشاهاش عن طريق يعني مشاها بجرده وسيحها يعني كانوا ديال الشباب المجدي في العمليه السياسيه ولكن حنا ماشي كيما شي معلم كريم في قريه الزور حنا كنخدموا وبدينا العمل ديالنا بالعمل الجمعوي عاد التقينا العمل السياسي لان لقينا بان الدائره ديال العمل الجمعوي دائره ضيقه ماشي دائره ضيقه يعني كتخدم مرتاح ولكن هو يعني كنقول انا واحد الجمله عمل خيري منظم يعني انك كدير الخير وكتتجه فيه الاحسان لوجه الله سبحانه وتعالى اما الممارسه السياسيه كتلتقي بها الشأن العام والوصول للسلطة وهذا ما بالنسبة للحكومة الموازية يعني كان فرق واحد اسمه حكومة الموازية بالنسبة لي عندي واحد القناعة يعني الصراحة وكنت هدرت على الحكومة الموازية وقلتها بصريح العبارة أنها لا تمثل الشباب المغربي لا تمثل كافة الشباب المغربي الحكومة الموازية يعني أنها جات يعني داتها واحد الهيئة ما عرفتش شكون هي داتها ووضعتها ثم المسطرة يعني حتى حنا كحزب استشرف نتوما كأحزاب حنا ما استشرناها هما كاينين أحزاب ما استشرهمش يعني هذه الحكومة الموازية وخاصة اللي تشوف لي سيري حكومة موازية كانت خاصها وخاصة هذه الحكومة اللي كانت أصلا لأنها هو تبخيس من العالم الحكومة الأصلية ملي كان بين لنا حكومة موازية ما علاقة هذه الحكومة الأصلية يعني كان خاصة هذه الحكومة يعني أنا كنت مثلا في الحكومة نعتاب على هذا لأن هذه الحكومة شات مسار رجع التداول علاش نديروا لنا حكومة موازية من الشباب وشكون هذا الشباب اللي في الخارج ما عندوش حتى علاقة سميتو حتى علاقة لصيقة من غير واحد ثلاثة ولا أربعة اللي الصراحة يعني تما جابوهم اللي عندهم العلاقة لصيقة بواقع المعاش المغربي أما الأغلبية يعني كل واحد في التوجهات وهذه وما عرفتش بالنسبة لنا يعني حنا لا خلانا في الحكومة الموازية بالنسبة للتحكم في مسار الشباب يعني التحكم في مسار الشباب يعني كان تلاقي واحد الأخ بالنسبة بالنسبه للتحكم في مصر الشباب يعني كان نعرفوا ان اي حزب انا كنت رئيس يعني رئيس حزب او حزب او امين عام ديال الحزب الشباب ديالي غادي نبقى نراقبها لان كنشوف في هذيك النظريه بانها ما زالت قاصره على ممارسه العمل السياسي يعني واعطاء اقتراحات هذه فين
غادي تجلى، غادي تجلى ما حد، لان الشريعه عندها سميتو كتشوف في الامن العام وتشوف في المكتب السياسي انه هو العظمه وهي الصغير. اما ملي غادي نقارب الوضع مثلا ملي انا ندير ثورة، مثلا ندير ثورة داخلية كما قالت ندير ثورة داخلية ونطلع على القيادات، يعني الشباب هما اللي يطلعوا القيادات ماشي العكس، ماشي ان الشباب يجي نغلبين هذه الحمله انه يوزع على الورق ونقول له يعاونوا ونخلصوا. هذا انا ما كنعتبروش مشارك في العمليه السياسيه، بالعكس هذا كيقتلها. يعني هذا الشباب اللي كيمشي ويؤدي مثلا هذا كيخدم، هذا كنعتبرو اجير، ما كنعتبروش مناضل. المناضل هو اللي يمشي ويوزع الورق ويمشي على شكل ويصرف المصاريف الخاصه، هذا هو المناضل. اما المناضل اللي كيبقى هذا ماشي المناضل، ماشي السياسه. واحد اسمي واحد واحد بالنسبة لواحد النقطة ديال حركة 20 فبراير، بالنسبة أنا أجيب حركة 20 فبراير كنت سميتو وكنت كتبت فيها واحد الموضوع ديال الدفاع السياسي والضحية 20 فبراير. بالنسبة أنا حنا ما أنا شخصيا كنت عضو محلي ديال الدعم ديال حركة 20 فبراير هنا في وجدة، كنت أمثل هيئتين، هيئة هذيك في هذاك الوقت كنت أمثل هيئة البعث الحضاري يعني الحزب السياسي، وكنت أمثل هيئة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يعني كصعيد وطني أنا عضو ممثل ديالها، والسي أي تقارب هو معايا في الرابطة وهو في الحركة وأنا في الحزب. والسي خويا معايا في الجمعية وهو في الاتحاد، يعني حنا كنجمعنا القاسم المشترك هو الاهتمام يعني بالنسبة لشوية المساهمة والاشتراك في الباقي بهذا الوطن للمزيد من الازدهار والتفوق إن شاء الله. شكرا.